لو الحكاية فيها إن فيتو بنخسر بالمليارات. أنا من كام سنة كانت 8 مليار، الأحصية اللي جت قريبة قالك 11 مليار، يعني المعدل في تفاقم تفاقم. طب ما احنا نقف بقى نشوف ايه اللي فيه، فيه ايه يا اخوانا تعالوا. طب ما انا دي من 2006 موجودة في البحث العلمي، محدش فكر فيها ليه؟ خاصة مش هتتكلف حاجة. ده حاول يساتك على حاجة، ده هيعمل ثلاث مراكز ممكن نعملها جوه مصر او اربع مراكز جوه مصر لتطبيق هذه المنظومة الجديدة. هنشغل كام واحد فيها وهنوفر كام مليار للبلد، نوجهها لاي حاجة تانية، لان نوجهها للتعليم، لأكاديمية البحث العلمي، لاي مكان ايا كان. لكن احمد زويل بره، الباز بره، اللي حقق اللي صحح نظرية اينشتاين بره، كل المصريين بينجحوا بره. ليه؟ بتاع مين ده؟ لصالح مين؟ ما احنا وقفنا بقى، لازم نقف بقى، خلاص كفايه نقف ونبص لنفسنا لبلدنا. العالم كله بيتقدم بعقول المصريين، في اكتر من 100,000 عالم مصري بره، في المانيا، في فرنسا، في امريكا، في ايطاليا، كل ده موجود بره. مصري مجدي يعقوب بره بيرجع مصر كل سنه يعمل مشروعات كم عمليه وسافر. طب ليه؟ طيب حضرتك لو حاولنا ان احنا ناخد خطوه بعيدا عن يعني التسجيل، او حضرتك سجلت خلاص؟ انا مسجل طلب براءه اختراع، طلب براءه لكن ما خدتش البراءه. ايوه ما خدتهاش. ليه بقى سيادتك؟ عشان مفيش خطوه ابداعيه. مش مفيش خطوه، ده انت هقول لحضرتك على حاجه، ده انت شوفي مين بقى اللي اطلع على هذا الموضوع وادى الرفض بتاعه للموضوع ده. بص حضرتك يا سيد الاستاذ الدكتور نبيل محمود محمد عبد المنعم، ولا داعي لذكر الاسماء، ولا داعي، ما فيش. السيد الاستاذ الدكتور عميد كليه الزراعه، السيد الاستاذ الدكتور المتفرغ بقسم الهندسه الكيميائيه بكليه الهندسه جامعه الزقازيق، السيد الاستاذ الدكتور عميد كليه الصيدله جامعه عين شمس، كلهم مش مختصين في حاجه كهربائيه. ما فيش حد. طب لو حضرتك خدت الاختراع بتاعك دوت ونفذته ومثلا على نطاق ضيق، او يعني هل هيبقى فيه مساءله على حضرتك؟ اه طبعا. لان هلبس قضيه يقول لك انت تصنيع دون اذن وزاره الصناعه، دي رقم واحد. اللي عملوها مع مصري قبل كده زمان في برنامج النادي الدولي مع الاستاذ سمير صبري، لما عمل ثلاجه ثاني يوم قفلوا الورشه بتاعته، الراجل بتاع تبريد وتكييف عمل ثلاجه ثاني يوم قفلوا الورشه بتاعته، تصنيع دون اذن وزاره الصناعه. نرجع للنادي الدولي ايام الاستاذ سمير صبري المذيع التلفزيوني بتاعنا الكبير، موجوده في الحلقات، انا ما بتكلمش على حاجه مثلا، موجوده الحلقات التلفزيونيه، وتاني يوم الجرايد بتاعتنا قالت في ايه؟ قفلوا الورشه بتاعته، تصنيع بتاع دون تصنيع دون اذن وزاره الصناعه. انا لو صنعت دون اذن وزاره الصناعه على طول بتصنع حاجه، طب هل حتى لو صنعتها مين هياخده؟ مين يتبناه؟ مين يتبناه؟ ده مشروع، يعني مشروع يعني بيحافظ على امن دوله، على مقدرات دوله، على الشعب، على الطرق، على الارواح. ما هو خد بالك انت لما تحصل حادثه، اللي بيحصل فيها الحادثه دي بيحصل فيها عاهات، دي رقم واحد، اهدار للمال العام، اهدار للمال الخاص، ايتام، ارامل. حادثه واحده بس كل ده بيتكون فيها. لو حضرتك حرق الكاوتش على الطريق دوت لوحده بيعمل تلوث بيئي، ده احنا هندخل كده يعني مشكلات تانية بيئيه. ده غير كده، ده غير التلوث البيئي، ده التلوث البيئي حاجه، والحاجه الثانيه بقى اللي هقول لساتك عليها، الاطار ده ماده بلاستيك او ماده كاوتشوك، لما بتحرق بتاثر على طبقه الاسفلت، وطبقه الاسفلت مواد بتروليه. طب يبقى هو اثر، يبقى حلله، يبقى بوظه، يبقى عملت مطب. شوف بقى سيادتك عملت ايه؟ عملنا مطب على الطريق، يبقى عملنا دخلنا مشكله الطرق، يبقى مشكله بيئيه ومشكله مواصلات، يعني الاثنين مع بعض، طرق، مشكله طرق، مطب بالليل ما حدش شايف منه، دب يروح نازل في مطب، يجي ينحرف بيه، يروح منحرف زياده، راح لبس في عربيه، عمل له مصيبه ثانيه، راجل مات والطريق اتقفل. زي ما انا جاي على الطريق النهارده، عربيه برضه عملت حادثه، اتقلبت، غرقت الدنيا خالص مازوت، والطريق اتقفل. وبالنهار الكلام ده، مش هنقول لك بالليل، بالنهار، قد يكون انا شفتها 10 الصبح، قد يكون دي من بالليل مع اخر ضوء الساعه 6 الصبح، مع اخر ضوء. ليه؟ ممكن خبط في عربيه واقفه وهو بيعدي ما خدش باله، غرقت، اتقفل طريق مصر السويس وانا جاي. انا شفت الحادثه 10 الصبح وانا جاي.
لو المنظومه دي موجوده في اي عربيه والسواء اللي كان عمل الحادثه دوت مستخدم هذه المنظومه ما كانش هيحصل هذا الكلام. عطلنا الطريق واخرنا الناس والشرطه اتنقلت والنجده اتنقلت والمطاف اتنقلت وكل الاجهزه المعنيه بهذا الموضوع كل ده اتنقل على طريق السويس. طب ليه؟ طب استاذ ابراهيم كلمه اخيره حضرتك توجهها المسؤول بحد ذاته من خلال بوابه فيتو. لا ده مش مسؤول واحد. مش مسؤول واحد. يعني انا هقول لستك على حاجه يعني انا رقم واحد وزاره البيئه مسؤوله ومعنيه بهذا الموضوع. رقم اثنين اداره المرور او وزاره الداخليه. رقم ثلاثه وزاره البحث العلمي. رقم اربعه وزاره الصحه. رقم خمسه الشؤون الاجتماعيه. يعني كل الوزارات معنيه بهذا الموضوع. ما هو انت هنقول ايه حضرتك؟ المرور لازم يطبق دي عشان ما يتعبش، الصحه يبقى لازم ده عشان خاطر حوادث الطرق والاسعافات وفي سرير في المستشفى يبقى كل دوت. وده بقى حضرتك يعني كل الاجهزه اللي انا بلغت قلت لحضرتك عليها دي هي مسؤوله عن هذا الموضوع، لازم تتبناها، تتكاتف كلها مع بعض. عشان نطلع بالنتيجه، النتيجه المثلى في ايه الموضوع دوت؟ ان يبقى في عندنا طريق سليم. اوبشن موجوده في عربيه او منظومه موجوده في عربيه او سيستم موجود في عربيه واخد بالك عربيه سليمه 24 مفيش حوادث على الطريق بالليل انسيابيه في المرور ما هيبقى في انسيابيه ما فيش حوادث اوبشن ممكن نروح نستورده بالاف الجنيهات ده لو معمول ده لو معمول بره لا مش بتحديد هو يعني احنا بنروح بالزبط. نستورد حاجات وبعدين ده كل الخامات المصريه في 100% بتعمل عليها اعلانات كتير كل الحاجات كل ده مصري 100% اهو مصري 100% سلك مصري ده مصري ده مصري ما جبتش حاجه من بره ما استوردتش وبكام لو قلت لك هتضحك عليا حاجات هايفه حاجات بسيطه جدا حاجات بسيطه جدا انا المشكله يعني انا لما بنقول يا اخوانا يعني المقومات بتاعت اي اختراع انه يبقى سهل التنفيذ واخد بال حضرتك رخيص مفيد طب اللي انا قلته ده يا اخوانا المثلث ده في ضلع منهم واقع لا مفيش ضلع واقع من الثلاثه فيعني احنا بنشكر المخترع المصري ابراهيم غريب التايب ونتمنى ان احنا كلنا نتعاون ان احنا نخطو خطوات ايجابيه في سبيل الاختراع دوت يظهر للنور ويفيد المواطن المصري اتمنى من حوادث ويحميه من حوادث الطرق أتمنى. المتكرره اتمنى شكرا جزيلا جزاك الله خير شكرا يا فندم شكرا جدا يا فندم